ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم برنامجكم مع شيرين، وبنتكلم عن فيروس كورونا طبعا اللي كل العالم بيحاول ان هو يتصدى هذا الوباء، وهو عدو خفي. طبعا بنحارب عدو خفي مش شايفينه، ده شيء صعب جدا. في ناس بتحس ان هي بتوتر، هيكون عندها توتر وقلق، وفي ناس بتحاول يكون عندها يقين واراده قويه وان هي تقدر تواجه هذا الوباء والمرض ده بطريقة إيجابية وجميلة وبتبص للجانب الإيجابي. إحنا هنناقش النهاردة فيروس كورونا من الناحية النفسية. وليه هنناقشه من الناحية النفسية؟ هل فعلا هو له تأثير جامد جدا؟ هل فعلا الجهاز المناعة، دايما يقول جهاز المناعة لازم يبقى قوي قوي، فعلا يكون الحالة النفسية يكون مزاجها مستقر وحلو كده عشان الإنسان يبقى فعلا يقاوم ويواجه؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي. أهلا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل الأعزاء المشاهدين. شرفتنا يا دكتور عبد العزيز وأهلا بحضرتك. طبعا الموضوع في غاية الأهمية ومهم جدا جدا، خصوصا في الفترة الأخيرة والأسبوعين اللي احنا فيهم دول. نسبة الاكتئاب ونسبة الحالة النفسية والحالة المزاجية، وتلاقي شخص يقول لا ده أنا مش قادر أقوم، ما عنديش طاقة ان انا اقدر اتكلم او اقوم في الظروف والجائحة اللي احنا فيها. حضرتك سألتك تحت الهواء، تحب نبتدي بايه اول سؤال؟ دايما ضيفي دايما بحب اقوله نبتدي حضرتك حابب ايه باول سؤال، فقلت لي شيء مهم جدا ان احنا نربط الموضوع بالحالة النفسية. اتفضل حضرتك. مهم قوي، لان عايزين نعرف اللي احنا بنناقشه من الناحية النفسية. يعني احنا الدكتور احمد كان مشكورا، واغلب الدكاتره بيتكلموا من الناحيه الجسديه، والصحه الجسديه هي في غايه الاهميه، ولكن الصحه النفسيه هي من الاهميه بمكان، وبالذات فيما يتعلق بفيروس كورونا في الوقت الحالي. يمكن انا شايف الصحه النفسيه اهم من الصحه الجسديه في الوقت الحالي لسبب بسيط. تعالوا نقف شويه كده عند الاحصائيات. الاحصائيات الحاليه لفيروس كورونا بتقول احنا تخطينا على مستوى العالم 6 مليون حاله، منهم أكثر من 2.5 مليون حالة أو 2.600 ألف حالة شفيت. هذه الحالات شفيت، وإحنا لغاية اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها ليس هناك لقاح أو فاكسين أو دواء معلن، دواء يعني يعتمد كل الأدوية على فكرة، والبروتوكولات اللي إحنا بنقرأ عنها دي بتعالج الأعراض ولكن لا تعالج فيروس كورونا بشكل مباشر. طب الحالات اللي شفيت دي شفيت إزاي؟ بقول لك أول ما بيدخل هذا الفيروس جسم الإنسان، سبحان الله من إعجاز الخالق، بيتكون معمل اوتوماتيكي جوه جسم الانسان ويخلق اجسام مضاده، كانه بيعمل تراين ايرور، يعني اللي هو ايه، بيجرب لغايه لما يلاقي الفاكسين او اللقاح اللي يتغلب بيه، لقاح داخلي بقى من جسم الانسان على هذا الفيروس. مناعه الانسان دي والمعمل والقصه اللي قلناها دي عمرها ما بتكون في احسن حالتها الا لو حالتي النفسيه في احسن حالتها. للدرجات دي يا دكتور عبد العزيز؟ عامله دائره مكتمله. يعني انا لو استسلمت، عايز اقول لحضرتك من الرسائل اللي بتجيلي دايما في الفتره الحاليه، وبالذات لما يعني لما بنحط اي حاجه ليها علاقه بالحاله النفسيه، بتلاقي اغلب الناس المتابعين بيبدا يتكلم كتير ويبعتوا رسائل ويقول لك انا خايف ان انا في لحظه من اللحظات افقد حياتي او افقد حياه اقرب الناس ليا، وكلنا فعلا في هذا فعلا الخوف. وبنشوف حوالينا كتير مظبوط، وطبعا مع تزايد الاعداد للاسف في الوقت الحالي، ولكن وعدم التوعيه يعني بدا الموضوع الدايره الناس حاسه انها بتقرب، بدات تقفل. مظبوط. لكن يمكن من الناحيه الايجابيه لو بصينا حتى على مصر هنلاقي 7000 حاله شفيت. طب الحالات اللي شفيت ومفيش اي فاكسين او لقاح معلن، معناه انه ده معتمد على حالته النفسيه. كل الحالات اللي شفيت الى هذه اللحظه نتيجه المناعه الذاتيه. عمر المناعه الذاتيه ما بتبقى في احسن حالاتها غير لو انا نفسيا مستعد ان انا اواجه هذا الفيروس. في لحظه من اللحظات لو انا تغلب على البانيك اتاك اللي هو الهلع والخوف المستمر ده، والخوف ده طبيعي طبيعي فينا كبشر، لان انت بتحاربي عدو مجهول. ولكن اللي انا عايز اقول، اللي عايز اقوله ان احنا عايزين نوصل لهذه الموازنه، انه الخوف يبقى خوف لحمايه نفسي وليس خوف لهلاك نفسي. لان انا لو تغلب عليا الخوف اصبحت انا خلاص يعني بستقطب اي امراض بتجيلي، مش كورونا بس، يعني في ناس دخلت بدات تدخل في حالات اكتئاب، في ناس بدات تدخل في حالات وسواس قهري، والناس اللي عندها استعداد للوسواس القهري بتلاقيه مثلا بيغسل ايديه بشكل مبالغ فيه طول اليوم لدرجه انه بدا يحصل له تقرحات. فهنا الموضوع بس ناخده ما بين
الخوف والهلع، ازاي ان انا يبقى الخوف بتاعي ايجابي وما يوصلش بيا لمرحله الهلع اللي هي ممكن للاسف تدمرني في حاله هجوم الفيروس او دخول الفيروس. طيب دكتور عبد العزيز، في فرق بين الخوف والهلع؟ نعرفه للمشاهدين، وازاي اقدر اتغلب على الخوف والهلع؟ الخوف اللي هو ان انا باخذ المحاذير، المحاذير اللي كان ذكرها الدكتور احمد وبنسمعها من وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، ودي عايز اقف عندها شويه بعد اذنك، لان احنا دلوقتي في كميه بروتوكولات ليس لها يعني نهايه. لو كل يوم مثلا بيجي لي مثلا اكثر من 20 30 بروتوكول للتعامل مع الفيروس كورونا، كل البروتوكولات دي يا جماعه ما انزل الله بها من سلطان، اما ان هي بعباره عن اعلانات لادويه معينه، تلاقي حاطط حاجات سليمه في البروتوكول وبعد كده بيبدا يجيب ادويه ثانيه ما لهاش اي علاقه بالمرض. في ادويه بدات تنفذ من السوق وبدات تحط الناس في السوق السوداء واسعارها بدات تزيد، يعني المرض المعالج للذئبه الحمراء مثلا بدا ينفذ من السوق لان طلعت اشاعه ان هو معالج لفيروس كورونا، والكلام ده خالي من الصحه ولم يثبت باي بروتوكولات. فهنا النقطه اللي انا بتكلم فيها، انا بستقي معلومتي منين؟ انا باخد معلومتي منين؟ في اللي هو تطبيق صحة مصر اللي هو نزل على الموبايل ده، يعني شايف وزارة الصحة لا تألو جهدا في انها بتوصل لي المعلومة باستمرار. طيب ازاي، ارجع لسؤال حضرتك، ازاي اتغلب على الهلع وايه الفرق بين الهلع والخوف؟ الخوف هو الشكل الايجابي اللي بيخلي عندي محاذير، تمام، يخلي عندي محاذير ان انا ما يوصليش الفيروس بشكل او باخر، اللي هي ايه؟ ان انا بطبق غسيل الايد بالشكل السليم، بعمل التباعد الاجتماعي بالشكل السليم، لو نزلت يبقى في الضروره القصوى وامكس في البيت، وجودنا في البيت اثبت لنا ان البيت هو امن مكان للانسان في الوقت الحالي. اصلا لازم احارب العدو بنفس الطريقه، يعني لازم اختفي انا كمان، يكون ذكيه فهي يا ريت. لان انا وجودي او احتكاكي انا بمثل خطوره، وللاسف الخطوره ما بقتش مقتصره عليا انا ذاتيا، ده بقت مقتصره، بقت يعني مرتبطه باقرب الناس ليا والمجتمع باكمله. طب الموضوع لو دخل في مرحلة الهلع، لا هنا ساعتها بدأ يبقى فيه المشكلة. الهلع بقى أخد بالي كويس جدا، لأن فعلا يعني عايز أوضح بس الفرق بينهم. يعني إذا تسمحي لي، الهلع اللي هو بيوصلنا لمرحلة إن أنا دخلت في مرحلة اكتئاب ومرحلة يأس كامل ومنتظر الموت. ما هنا الهلع، هنا البانيك أتاك ده أصبح مرض نفسي. الخوف اللي احنا قلنا عليه اللي هو انا بس باخذ المحاذير واخد خلاص، الخوف اللي هو الشكل الايجابي، ولكن الهلع ان انا قاعد خلاص اللي هو وصل لمرحله الياس ومنتظر الموت او منتظر موت اقرب الناس لي، وبالتالي ما بقاش عنده اي قدره على حتى مجابهه المرض ذاتيا من داخل، ولا اراده للحياه ولا اي حاجه، خلاص منتظر. ودي على فكره ده اللي احنا مش عارفين انها دي بتنعكس على الجهاز المناعي بتاعي. لو انا دخلت في الحاله دي ولا قدر الله بدا يدخل فيروس الجسم المعمل، والقصه اللي احنا حكيناها من شويه دي مش تتكون خلاص، يا تبقى الاستسلام اللي انا بعمله ده بينتقل لاستسلام لجهاز المناعي، فبيجي هاجم الفيروس خلاص الجسم استسلم، بدا الشخص يحبط وللاسف لا قدر الله بيدخل ممكن يتوفى على طول فعلا، علشان خاطر ما عندهوش اراده ولا عزيمه، هي مشكله كبيره جدا. طيب اتغلب ازاي يا دكتور عبد العزيز في النقطه دي؟ شيء مهم. عايز ادي لحضرتك وللساده المشاهدين مثال حي، يعني حصل ازاي نتغلب، وازاي حتى لو لا قدر الله بدات تحصل اصابه او تظهر اعراض يعني سواء مشابهه او شك ان عنده فيروس كورونا او الحاله حصلت بالفعل. في احد الحالات كان انا بتابعها نفسيا، يعني بعمل لها دعم نفسي في مقتبل ال20، لقيت جالي منها تليفون في يوم من الايام في وقت متاخر، فانا برد في حاجه في يعني قلقت، قالت لي انا في الحجر الصحي وجالي كورونا. دي حاله حقيقيه بالفعل؟ حاله حقيقيه، انا بكلم حضرتك على حاله حقيقيه. الحمد لله عن الجود نيوز او الاخبار الطيبه ان هي الحمد لله من اسبوع خرجت وشفيت، عشان ايه نقول اكيد حضرتك اديتها يعني قويت الجهاز المناعه بالحاله النفسيه. انا اللي عملته ايه؟ قلت لها حاجه بسيطه جدا جدا، ودي نفس الرساله اللي بوجهها لكل الاعزاء اللي بيشاهدونا. قلت لها وانت بتشوفي الاخبار بصي على الحالات التي شفيت، مش الحالات اللي هي بتزيد يوم بعد يوم، وهتلاقي الحالات اللي شفيت كتيره قوي على فكره، يعني الحالات انت بتتكلمي دلوقتي اكتر من 2 مليون و600 الف حاله، ده رقم مهول. فانت معنى كده انت مش اقل من الحالات دي. طب الحالات دي شفيت ازاي؟ لما حالتك النفسيه ومناعتك الذاتيه تكون في اقوى حالاتها، معنى كده انت قد المرض. انت على فكره قلت لها بهذا النص، انت هتخرجي من المحنه دي بس هتخرجي اقوى مما كنت قبل.
وهتكون تخرجي أكثر يقينا مما كنت عليه قبل، وهتخرجي أكثر نجاحا مما كنت عليه من قبل، لأنك واجهتي أزمة حقيقية، وأزمة ما هيش أزمة بسيطة. يعني احنا بنتكلم عن كارثة أصبحت كارثة عالمية يعني. فالكارثة دي انت مريتي بيها، ومريتي بيها بسلام، ومريتي بيها بالقوة، يبقى انت لا، ده انت هتبقي الإنسانة اللي كانت قبل هذه الإصابة مختلفة تماما عن الإنسان التي شفيت. وهي دي نفس الرسالة اللي بوجهها لكل الأعزاء لكل مشاهدينا طبعا، لكل دوري، ان انا باخذ كل المحاذير اللي بتمنع دخول الفيروس، ومنها الحالة النفسية ان انا تبقى في اقوى حالاتها، عشان لا قدر الله اذا هاجمني الفيروس يبقى انا عندي القوة ان انا اواجهه، لان دي زي ما قلنا دي حائط الصد الاولى والاساسية هي الحالة النفسية في طبعا الوقت. الحالة النفسية كمان يا دكتور عبد العزيز يعني هي مش بس عشان الظروف اللي احنا فيها والازمة اللي احنا فيها، لا ده بتأثر على كل شيء حوالينا طبعا، في شغلنا وفي حياتنا الاسرية وفي كل حاجة طبعا. طيب السوشيال ميديا والحاجات دي كلها بتأثر علينا جدا سلبيا بخصوص في الظروف والأزمة اللي احنا فيها دي. طيب مردودها علينا ايه؟ يعني ناس كتيرة جدا طبعا بتطلع حاجات على السوشيال ميديا مش حقيقية، مش من مصدر موثوق منه، فمشكلة في ناس كتيرة بتصدقها وبيجي لها إحباط فعلا وبيجي لها اكتئاب. مدى تأثيرها علينا ايه يا دكتور عبد العزيز؟ تأثير السوشيال ميديا وللأسف المشكلة الرئيسية في السوشيال ميديا انها تفتقر للحد الأدنى من الرقابة، وتأثيرها سلبي جدا علينا حتى من الناحية النفسية. أنا أدي لحضرتك مثال حي يعني أنا عشته، لقيت أحد الفيديوهات منزلينه متعلق بفيروس كورونا، بيتكلم عن أن الموضوع عبارة عن مؤامرة وحاجات كده غريبة يعني، كانت في بداية من الكلام اللي كان بيتكرر كثيرا في بداية ظهور المرض ده. الفيسبوك وأحد المواقع اللي منتشرة دلوقتي كاتب إيه على الفيديو؟ كاتب تم التأكد من عدم مصداقية هذا الفيديو أو عدم صحة هذا الفيديو، ومع ذلك هو نفسه الموقع عمال ينشره، تمام؟ فدي أحد النقط. نقطة تانية من السلبيات، بتلاقي بروتوكولات كثيرة جدا بتيجي سواء على الواتساب أو على الفيس، وبعد كده احنا نتيجة عدم علمنا وبشوف الشخص اللي قدامي دكتور وليه هيبة، هو أحيانا ما بيبقوش أصلا دكاترة، بيبقى حد بس بيعلن عن أدوية معينة، وبقى الامر سهل جدا ان انا بضغط زرار واحد اللي هو شير، دوست شير وبدات الالاف وملايين الشيرز بالاحصاء، واحنا مش عارفين هو بيتكلم في ايه ومين ده. فبدا يحصل تخبط. لا ده بيحصل تخبط ليه؟ لان انت جايلك مثلا معلومات من وزاره الصحه او منظمه الصحه العالميه او المعلومات الموثوقه اللي هي موثوق بيها واللي هي بتعلن، ودي بتقول حاجه والناس دي عماله تقول حاجه، وبيتكرر هذه البروتوكولات دي، عملت خلط وعملت ارباك، عملت ارباك وارباك شديد جدا. فانا اللي عايز اقوله، انت مهما عملنا استحاله ان احنا نمنع نفسنا عن مواقع التواصل الاجتماعي او ما تبثه او ما يصل لي. دوري انا ايه؟ ان انا بعمل بس هذا الفلتر او المراجعه، ان ايه اللي انا اصدقه، انا بسمع اي حاجه بس ايه اللي بصدقه وايه اللي ما اصدقوش، ايه يعني اتبعه وايه اللي ما اتبعوش، يكون عندي وعي كده بالموضوع كله. طب تعالى نسهلها، تعالى نسهلها اكتر، تستقي معلومتك من مكانين بس، الام او اتش، منظمة الصحة العالمية، والسوري الـ WHO اللي هي وزارة الصحة المصرية، والـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية. الاثنين دول فقط لا غير، مصدر موثوق منه جدا ان احنا نتابع وناخد المعلومات من، وهم الاثنين على تواصل. يعني عايز اقول لحضرتك ما تبثه وزارة الصحة المصرية هو اصلا مستقى من منظمة الصحة العالمية، فهتلاقي هم زي ميرور او هم الاثنين بيكملوا بعض، او عبارة عن المعلومات بتيجي من المصدر الاساسي الموثوق بيه وبعد كده بيراجع من خلال وزاره الصحه. والله يا دكتور عبد العزيز احنا مش ناقصين ناخد معلوماتنا كفايه. لا لا. حاله الاكتئاب الناس فيها فعلا، وكل ما تسال حد تقول والله ده انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف ايه في الجو، انا حاسس باحباط، حاسس بملل، بزهق. فيعني فعلا السوشيال ميديا بتاثر وعملت علينا، عملت لغط رهيب. يعني انا ما بقتش عارف اصدق مين واكذب مين، والامور بدات يبقى فيها ارتباك، والدواء ده نافع ولا مش نافع. الامر سهل، التطبيقات بقت موجودة على كل الموبايلات، وأقدر أنزل التطبيق بتاع وزارة الصحة أو حتى منظمة الصحة العالمية عاملة نفس التطبيقات، وأبدأ أستقي معلومتي من المصدرين دول. أي حاجة تانية ما أنزل الله ما اسمعهاش كفاية بقى، ولو سمعتها حتى باي ذا واي كده من غير قصد، لا خلاص أنا أنهيها. أبقى عندي وعي وفاهم، وكمان يعني ما شاء الله وسائل الإعلام كلها على التلفزيون أو مسموعة أو مرئية يعني بالراديو، فإحنا ناخد فعلا اللي إحنا بنحاول نقدم التوعية الكافية للمشاهد، وبنكرر دايما التوعية علشان خاطر هي الثغرات الصغيرة دي اللي بنقع فيها كلنا.
طيب دكتور عبد العزيز، يعني أنا لو عندي شخص مصاب فعلا بفيروس كورونا أتعامل معاه إزاي علشان ما حسسوش بالأزمة اللي هو فيها ويعدي منها على خير؟ أول نقطة وأهم نقطة طبعا بناخد كل المحاذير في التباعد الاجتماعي اللي احنا اتفقنا عليه، لأن خلاص بدأ يبقى مصدر عدوى، وللأسف لما الإنسان بيحصل له هذه العدوى بيعدي أول الناس قال لها أقرب الناس لي. فطبعا المحاذير دي كلها عارفينها نسمعها ليل نهار، وده الجزء ده اللي هو الجزء اللي هو يبقى معزول في مكان معين، في مكان ما، وده طبعا زي ما قلنا في بروتوكولات، يعني لو قريت بروتوكول وزارة الصحة بيقول لك إيه إجراءات العزل المنزلي. اللي أنا عايز أتكلم عليه اللي هو الجزء النفسي. الجزء النفسي لو أنا بدأت أنا كأسرة بقى محيطة بهذا الشخص، لو حصل مثلا عزل منزلي لي، بدأ يحصل عندي إحباط وعندي إحساس إن أنا هفقد الشخص ده، هذه الحالة السلبية اللي جوايا بتتنقل بالإيحاء. في حاجة اسمها السلبية بالإيحاء في علم النفس، بمعنى لو أنا حتى أظهرت قدامه إن أنا مبتسم وأنت ممتاز وأنت هتعدي الحالة، وأنا عمال أكلمه بأشياء أنا مش حاسس بيها ومش مقتنع بيها من جوايا، السلبية اللي جوايا هتتنقل لي بشكل أوتوماتيكي. طب دوري إيه؟ دوري إن أنا أول حاجة لازم أقنع نفسي من داخلي إن الشخص ده هيعدي من هذه المحنة. هتعدي من هذه المحنة لأن أنت قوي، ولأن احنا محتاجينك، وانت جزء أساسي وجزء أصيل من الأسرة دي أو الأقارب أو المجتمع أو زملائه حتى في العمل أيا كان صفاتهم أو قرابتهم. فأول حاجة إن أنا من داخلي أبقى مقتنع تماما وبنسبة ما فيهاش حتى يعني كسر في المية، يعني مقتنع بنسبة 100% إن هذا الشخص سيشفى، وأبدأ أنقل له الطاقة الإيجابية اللي عندي إن أنا أوصلها له، زي الحالة اللي اديتها لحضرتك كمثال. أنا وأنا بكلمها على فكرة أنا مش بكلمها إن أنا بقول لها كلام لمجرد التوعية أو مجرد الدعم النفسي، أنا بكلمها كلام أنا كنت واثق فيه تماما، وقلت لها أنت هتعدي وهتعدي كمان، مش هتبقي الإنسانة اللي هي قبل العدوى وقبل المرض، لا هتبقي حد أقوى تاني. وعلى فكرة خرجت زي ما قلت لحضرتك من أكثر من أسبوع وحالتها النفسية من أعظم ما يكون، لأن هي تغلبت على هذا المرض. فنفس الكلام أنا بعمله إن أنا يبقى عندي يقين تام وببدأ أوصل له ده من الناحية النفسية. ما هي دكتور عبد العزيز سوري، يعني برضو يعني بيبقى صعب على على الشخص، والله بجد بيبقى صعب إن أنا أقنع نفسي إزاي، طب أنا أبقى قوية إزاي، أبقى أقنعه إزاي، يعني في حاجة جوه الشخص يعني بتبقى كاريزما ممكن عند شخص آخر يقدر يعملها وعند شخص تاني لا. خلينا احنا نوقن ان احنا بشر، احنا في الاخر بشر، يعني انا كل واحد فينا عنده هذا الخوف من الفيروس، كل واحد فينا عنده يمكن جزء من الهلع، يمكن احنا الناس اللي بتوصل للهلع الكامل ده اللي احنا بنقول طبعا ده الجزء السلبي، ولكن بيحصل لنا من وقت لاخر مع الاعداد طبعا اللي عماله تزيد والاخبار اللي احنا بنقراها. ولكن اللي عايز اقول لو دي ما اترجمتش الى حالة من القوة وحالة من المجابهة النفسية جوايا، للأسف هيحصل استسلام كامل. احنا تعالي ناخد الموضوع حتى نحطه في السياق السليم أو في مكانه الصحيح. لو احنا بصينا على تاريخ البشرية من منتصف القرن الماضي لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي، لم تمر على البشرية أزمة أكبر من جائحة منتصف القرن الماضي اللي هي كانت الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كنت بتحاربي عدو معلوم ظاهر قدامك معروف، وكمان كان يعني يخص دول بعينها. لكن دلوقتي انت بتتكلمي عن عدو ويهاجم العالم باكمله مش دول بعينها، ومش عارفين يعني هو ايه لغايه دلوقتي. لما انا بكون في حاله حرب، لو قدر لا قدر الله مثلا واحنا في حاله حرب، انت بتقف كل احد بيبقى واقف زي الجندي في مكانه، لازم يبقى قد المسؤوليه. امال احنا بنتعلم ازاي خطه مواجهه الازمات؟ احنا حتى احنا عندنا في حياتنا والساده المشاهدين هتلاقي ممكن مر بازمه في حياته يمكن اخطر من ازمه كورونا. طب انت واجهتها ازاي؟ ان فقدان شخص عزيز عليه او حادث مش عارف ايه او حاجات كتير احنا بنسمع عنها ليل نهار، الحاجات دي احنا واجهناها ازاي؟ واجهتها بان انت اما تصمد او اما تستسلم. الاستسلام خلاص بقى، لو انا بقى الاستسلام هو خياري انتهت حياتي، يعني انا كده استسلمت تماما، هذا المرض سيقضي على المجتمع باكمله. لكن لو انا صمت
وبدأت أقنع نفسي بشكل أو بآخر أن أنا عندي القدرة على مجابهة هذا المرض. من الأرقام، إحنا بنتكلم بأرقام معلنة، لما بتتكلم على 2.5 مليون حالة قصاد 6 مليون إصابة، لا إحنا بنتكلم على رقم لا بأس به. ليه ما كنش أنا جزء من هذه الأرقام لا قدر الله لو أصيبت بالمرض أو أصيب بحد من أقاربي؟ فهي دي النقطة، أنه فعلا الهلع موجود، الخوف موجود، ولكن إزاي أنا أقدر أتغلب عليه وإزاي أتعامل معه من الناحية النفسية السليمة؟ هي دي المعضلة اللي هي دي وصعب. مهمة جدا وحضرتك طبعا فسرتها بشيء جميل جدا دكتور عبد العزيز، خصوصا احنا المشوار مش عارفين هيخلص امتى، يعني مجهول حتى فعلا لغايه دلوقتي ما فيش لقاح او ما فيش مصل، لا عارفين امتى اللقاح هيظهر ولا هو هياخدنا لحد فين ولا الارقام هتوصل لحد فين. فانت فعلا بالظبط، وخصوصا يعني علينا ان احنا نستسلم ونتعايش، وفي نفس الوقت يكون عندنا اراده قويه ان دي ازمه فعلا ونواجهها بشكل جميل. طبعا هي أثرت على الناحية الاقتصادية، ففي ناس كتيرة جدا عندهم شركات، وفي ناس كتيرة جدا كانت بتنزل تشتغل وشايفين طبعا هي حصل أزمة، فبالتالي دلوقتي كل حاجة وقفت. برضو بيبقى الإنسان قاعد قلقان، يعني الدخل هيبقى عامل إزاي، هعمل إيه، الحياة اللي جاية إزاي، بيبقى فيه شوية من التفكير، والتفكير مفيش حل. فالحل ايه هنا؟ الانسان يعمل ايه في عايز اقول لحضرتك، بصي الجائحه دي اظهرت يمكن بعض الحاجات الايجابيه فينا كمجتمع مصري. يعني انا عايز اقول لحضرتك، ممكن لو خدناها من الجيش الابيض اللي هم واقفين، هم حائط الصد الاول، احنا احيانا بنبقى اغلب الناس قاعده في بيوتها وقافله على نفسها وخلاص، لان في عدو في قصادها، ناس عماله هي في الصف الاول تجاه هذا الفيروس. من احد هؤلاء الجنود اللي هو رجال الاعمال الشرفاء، بعض رجال الاعمال طبعا ما بدا يدعم كمان الدوله في ان هي تجابه هذا المرض، وبالعكس بدا يحتفظ بنفس العماله، حتى قال لهم الناس اللي قاعده في البيت يستمر مرتبهم او يتعامل معهم بطريقه او باخر. خوفي على مصدر الدخل اصبح موجود، يعني قلق موجود وقلق تمام. ولكن احنا دلوقتي تعالوا نتكلم على اولويات. انا دلوقتي الاولويه طبعا مصدر الدخل ده من الاساسيات لاستمرار الحياه، ولكن الاولويه فين؟ الاولويه ان انا احافظ على صحتي وصحه اقرب الناس ليا، ولا ان انا اضمن استمرار مصدر الدخل؟ استمرار مصدر الدخل ده طبعا الامر مش جاي عقاب من ربنا سبحانه وتعالى للبشريه، ولكن هو انا عايز اقول ان هو اختبار لينا كلنا، اختبار لينا على كل المناحي، على انت هتقدر تتحمل لغايه فين، انت يقينك بالله سبحانه وتعالى وصل لحد فين. فانا يقيني الرزق ده موجود، يبقى انا لازم اعمل الاسباب او اخد الاسباب اللي في ايدي، الحاجه اللي في ايدي، اللي هو اول حاجه الحفاظ على صحتي مش لكياني انا بس، ولكن عشان اعمل مناعه جماعيه لجميع افراد الاسره، فهي دي بقت الاولويه. رقم اثنين هي مصدر الرزق. دلوقتي في بدائل كثيره جدا في الشغل من المنزل، وفي اغلب الشركات بدات تدعم ذلك، وعلى فكره ده حاجه ممتازه قوي، لان دي بدات حتى توضح على فكره بعد جائحه فيروس كورونا باذن الله ما تنتهي على خير، هتلاقي طريقة تفكير العالم في إدارة الأعمال هيختلف تماما. أنا أحد الشركات مثلا اللي بتعامل معها، كل عمل وكل الموظفين موجودين من المنزل وشغال من البيت والدنيا ماشية تماما، نمط حياتنا اليومية وسلوكياتنا طبعا اتغيرت، فده هيتغير بحيث أنه إزاي يضمن مصدر الدخل للشخص، عاملة زي برضو التعليم، إزاي أستمر في تطوير وتعليم الأبناء وهو ما بيروحش المدرسة، ما هنا دي برضو أحد المعضلات الأخرى. فإزاي أن أنا أهيئ حياتي وكيفها بالشكل اللي أنا بضمن يعني التعافي الاقتصادي إلى حد ما، هو لازم هيتأثر عشان نبقى واضحين يعني، ولكن إلى حد ما يتماشى مع هذه الجائحة لغاية لما تمر إن شاء الله بسلام. العمل من المنزل، التطوير الأبناء من المنزل، كل الأمور دي متاحة، ولكن تحتاج مزيد من الجهد، مزيد من الدراسة عشان نطبقها بشكل سليم. طبعا جزئية مهمة جدا يا دكتور عبد العزيز برضو، يعني كبار السن دلوقتي يعني الحالة النفسية بيبقوا هما أكثر توتر وقلق وعرضة طبعا لهذا الفيروس، فبيبقوا قلقانين ومتوترين جدا، يعني يعملوا إيه عشان ممكن يقللوا التوتر والقلق ده؟ بص كبار السن ودور الاسره برضو يعني مهم جدا معاهم، مهم قوي في دعمهم لسبب كبار السن، وللاسف يعني حتى لو بصينا
لإحصائيات أعداد الوفاة هتلاقيهم أغلبهم من كبار السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن زي ما اتفقنا إنه حائط الصد الأولى هي الجهاز المناعي اللي في داخلي. بالتبعية الإنسان لما بيتقدم في العمر للأسف جهاز المناعي ما بيبقاش بنفس الدرجة من الكفاءة في باقي عمره أو في فترة عمره وهو في مرحلة الشباب. فأول حاجة إنه لازم هؤلاء كبار السن يبقى عارف إنه هو القائد لهذه الأسرة، اللي هو عارف إنه هو كبير الأسرة، الشخص اللي هو المفروض إحنا بنستمد منه الطاقة الإيجابية. فهو لازم يبقى عنده يقين أو يرسخ بداخله يقين، يبقى إحنا ناخد دوره وبعد كده ناخد دور الأسرة نحوته، يرسخ بداخله يقين إنه هو مسؤول. لو أنا جد مثلا أو عندي أحفاد وعندي أبناء، أبقى حاسس من داخلي إن أنا مسؤول إن أنا على الحالة النفسية أو المناعة النفسية لهؤلاء. لو أنا حسيت أن أنا مسؤول عنهم من الناحية النفسية، أنا أول واحد هبقى ظاهر قدامهم واقف على أرض صلبة. طيب دورنا احنا ناحيته، دورنا ناحيته ان احنا اكثر الناس نحتضنه يقترب. وطبعا للاسف مع التباعد الاجتماعي احيانا الجد او الجده احنا ما بنزورهمش زي ما كان في الاول، ولكن في وسائل اخرى كثيره جدا استمرار تواصلنا معاه، حتى اللي هي الفيديو كولز والحاجات. دلوقتي خلاص التكنولوجي بدات تسهل الامور دي. حتى احنا بندير شغلنا بالفيديو كونفرنس وجها لوجه كانك في اجتماع واحد وكل واحد مننا ده الافراح دلوقتي يا دكتور بتتعمل كده فارجوكم نتباعد اجتماعيا، ولكن لا نتباعد وجدانيا، لا ننفصل وجدانيا. بمعنى ان لو انت مش قادر تزور اقاربك من كبار السن، يبقى لازم يبقى في تواصل على الاقل يومي. يعني مش كل اسبوع مثلا بادي واجب على في الويكند او كده، لا، انت بشكل يومي لازم يحدث تواصل، لان دي على فكره بتفرق معاه جدا جدا جدا، حتى من الناحيه النفسيه بحس انه في دعم، بحس انه هو ذو اهميه، الناس دي مقدراه، الناس دي بتدعمه نفسيا. وطبعا للاسف وخصوصا هم ما بقاش في داخل الاسره، وخصوصا هم كمان في الفتره الاخيره دي يعني كمان يعني نفسيتهم بتتعب جدا جدا. والموضوع بقى يجي لهم هم بالاخص كمان، فده بيوترهم جدا. فدور جميل جدا ان هم فعلا يبقوا معاهم. على فكره مقتصر عليه هو ذات، يعني حتى كلنا حتى دلوقتي، يعني حتى كل الاحباء المشاهدين، الخوف ما بقاش مقتصر عليا انا ذاتيا، بقى متعلق بالناس اللي انا بحبهم والناس القريبين مني، لا قدر الله فقدت اخي او ابني او والدي او الناس القريبين مني. فهو نفس الكلام بينطبق على كبار السن، خوفه مش على نفسه أكثر ما هو خوفه على الناس اللي بيحبهم. فدايما لازم يحدث هذا التقارب الوجداني قصاد التباعد الاجتماعي، وده احنا مطلوب مننا عشان في هذه الفتره الحرجه والظروف. لا ده على طول يا دكتور عبد العزيز، لكن الصراحة لازم يبقى في تقارب وجداني باي وسيله كانت ان شاء الله. حتى انا مش قادر اعمل فيديو كول اكلمه في التليفون كل يوم، طبعا كل يا ده دكتور بيعمل دعم نفسي وبيفرق معاه بدرجه لا نتخيلها. وشيء مهم جدا طبعا ان احنا ناخد بالنا من حالتنا النفسيه كويس جدا عشان نواجه هذه أزمة. والله حاجات طبعاً بسيطة جدا، وحاجات بسيطة زي ما حضرتك قلت بكلها فرق، بس توعية يا دكتور بزيطة. ويكون واخدين بالنا بقى، احنا الأول كان عندنا هرجلة فظيعة جدا في حياتنا وتنظيم وقتنا وكل حاجة، ان الأواني ان احنا فعلا نبص للحياة بمنظور آخر، حياة فيها طاقة إيجابية وجميلة جدا. طبعا بشكرك الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفسي والسلوكي على المعلومات القيمة والجميلة. ونصيحة صغيرة كده لمشاهدين بسرعة. الأول طبعا أنا تشرفت بوجودي مع حضرتك وتواصلي مع كل الأحباء المشاهدين. أنا كل اللي بقوله أنه نفس الرسالة اللي دايما بوجهها، لازم يا جماعة يبقى عندنا كلنا يقين أن احنا هنمر بهذه الأزمة. احنا لو احنا اتكلمنا عن مصر ككيان، مصر مرت بأزمات على مدى التاريخ واحنا نعلم ذلك جيدا، ومأزمات يمكن أكثر من كورونا وغيرها. فلازم يكون عندنا كلنا يقين ان شاء الله ان احنا سنمر بيها، بس مش سنمر بيها ونحن متواكلين، لازم ناخد قصادها بالاسباب. الاسباب يعني ايه؟ يعني احنا بنطبق كل المحاذير والمعايير اللي متفق عليها واللي بتجيلنا، ونستقي معلوماتنا ارجوكم طبعا من اهم المصادر الموثوق بيها اللي احنا زي ما حضرتك معها. قلت طبعا يا دكتور عندي هذا اليقين ان شاء الله ان احنا اهم حاجه بيها. اليقين اهم حاجه يكون عندنا ان شاء الله باذن الله هنلتقي بيكم واحنا بنحتفل ان شاء الله يا رب، وازمه وهتعدي وان هذه الازمه عدت وان شاء الله، بس هنعديها زي ما حضرتك تفضلت من شويه انه في
كثير من الدروس. لو احنا عدينا بالازمه دي وحياتنا استمرت زي ما هي على ما كانت عليه، يبقى لا يا جماعه احنا لازم نتعلم. كنا بنضيع وقت كتير جدا واحنا مش عارفين ثمن هذا الوقت. بشكرك طبعا طبعا، معلوماتك جميله ومشاهدينا سيكون درس مستفاد. مستفاد جدا الصراحه، لان هي سنه الصراحه فعلا اثرت علينا كلنا. بشكرك جدا دكتور عبد العزيز ادم، اخصائي علم النفس والسلوكي. مشاهدينا يا رب تكون طبعا حلقتنا عجبتكم، وطبعا اهم حاجه التباعد الاجتماعي، ونغسل ايدينا كويس جدا جدا، والتباعد الجسدي، ونلبس الكمامات شيء مهم جدا، ونحافظ على حياتنا واسرتنا وحياه اولادنا. اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وبرنامجكم مع شيرين.